كيف تجمع بين مثل هذا ومثل ما استقر في أحاديث كثيرة يصف بها الصحابة رضي الله عنهم نبي الأمة صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا فحاشا ولم يكن سبابا عليه الصلاة والسلام ولا غليظ القول؟ هذا سمت عام، عليك أن تجمع بين هذا الوصف العام الذي استقر عندهم على مدى 23 سنة، فقالوا لك في الخلاصة كان عليه الصلاة والسلام عف اللسان نظيف الفم لا يقول إلا طيب الكلام، ثم تقول إذن كيف أفهم تربت جبينه وعقر حلقة لا أشبع الله بطنه؟ أتظن أنه في تلك المواقف خرج عن هذا الأصل العام والإطار الكبير الذي ملأ به حياته عليه الصلاة والسلام طهراً وعفةً وسمواً ورقياً في الأخلاق والأفعال والأقوال؟ لا يمكن أن يكون. فإذا إذا أردت أن تجمع فستسلك هذا المسلك لتقول لا يزال صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها على ذلك الأصل العام الذي عهده عنه الصحابة ووصفوه بقولهم لم يكن فحاشاً لم يكن سباباً ولا لعاناً. يقول أنس رضي الله عنه وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه، يقول هذا يعني من أقسى العبارات التي تسمعها لو رأيته غضب عليه الصلاة والسلام، إذا جاء يعاتب أحداً ما يسب ولا يشتم ولا يقبح ولا يهجر، يقول ما له ترب جبينه، هذا أقسى لفظ. ترب جبينه يعني تمرغ وجهه في التراب، وهي أيضاً مما يجري على اللسان ولا يراد حقيقتها، يعني هذه من أقسى الألفاظ والعبارات التي يمكن أن تسمعها عندما يريد أن يعاتب أحداً من أصحابه. والراوي لهذا هو الراوي لسائر المواقف النبوية التي شهدوا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسمو الكلام والعبارة واللفظ والتعامل الذي ضرب فيه أروع الأمثلة لاحترام البشر ورقيهم في التعامل مع الآخرين بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام.